L'EMSI, l'école marocaine des sciences de l'ingénieur. École les قديمة في المغرب منذ 35 عام وهي كاينة كتخرجنا des ingénieurs bac plus 5 اللي ولا معترف بهم من طرف الدولة. Donc يمكن لهم يدوزوا دي كونكور d'ingénieurs d'état. شنو هما لي برونش اللي كاينين في l'EMSI؟ شحال تخلصوا في الفري دو سكولاريتي العام؟ شنو هما الحوايج المزيانين والحوايج الخايبين في l'EMSI؟ شنو هو لو سالير ديال اون بيرسون ديبيتونت اللي تخرجات من l'EMSI؟ واش بصح لي لوغيا ديال l'EMSI ما كيلقاوش الخدمة مي كيتخرجوا؟ Donc pour les branches, كاين la branche génie civil اللي من la première année هما كيقراو بوحديتهم ما كاينش un tronc commun. كاين la branche audit et finance كدير 3 ans tronc commun موراها عاد كيتقسموا على حساب لي سبيسياليتي ديالهم. Pour les spécialités ou pour le contenu ديال le programme راه بحال لو ان سي جي. الناس اللي ما شافوش الفيديو ديال لو ان سي جي سيروا شوفوه. وعاد عندنا la branche informatique automatisme industriel اللي لي دو بروميير اني كيقراو كاملين هاد الناس مجموعين وموراها عاد كيتفرقوه على انفورماتيك على اندستريال على اوتوماتيك. واحد لا رومارك صغير، جيني انفورماتيك فريمون مزيانه في الامسي بيان سور حيت ليكول قديمه في هاد لا برونش هادي وعندها سمعه مزيانه، ولكن اوسي حيت لو دومين فيه لو بوزو. دونك الناس اللي كيتخرجوا من انفورماتيك من لي زيكول كاملين وحتى من لافاك كيكون عليهم طلب وكيلقاو لي ستاج كيلقاو الخدمه. الناس اللي كيفكروا باغيين يديروا انفورماتيك كنصحهم بهاد الشعبه هادي في الامسي ولا من غيرها حيت كتلقى بهم الخدمه. باغ كونطخ لاندستري لوتوماتيزم هاد لي برونش الاخرين كاينه اون ديفيكولتي باش انك تلقى ان بوست. بيان سور سي بوسيبل مي ماشي بحال لانفورماتيك. لانفورماتيك فيها لوفر ديال الخدمه كثيره بزاف اي دونك فاسيلمون كتقد تلقى ان ستاج بري اون بوش ولا تلقى خدمه. فين كاينه الامسي؟ 4 ديال لي كومبوس في الرباط، كاين 4 ديال لي كومبوس في كازا، كاين 2 في مراكش، وكاين وحده جديده في طنجه. شحال كنخلص باش نقرا في الامسي؟ كنخلص اسيدي 3000 درهم فخي دانسكريبسيون. هاد لي فخي دانسكريبسيون اي سون نون رومبورسابل. دونك انا اللي عاود جبت لو دوسي ولا مبغيتش نكمل القرايه في الامسي ما كيرومبورسيوها لياش. ومن العام الاول للعام الثالث كنبقى نخلص 4000 درهم كل شهر لمده 9 شهور. دونك العام كامل كتجيني واحد 36000 درهم. في العام الثالث العام الرابع والعام الخامس كتولي 4400 درهم لمده 9 شهور. حاولت نسول لي لوغيا ديال لي ام سي على شنو هما الحويجات اللي عجبوهم في هاد ليكولات. الحاجه الاولى ان البروغرام الي بيان ستركتوري و لا فورماسيون اون جينيرال مزيان، حيت اون جينيرال لي بروف اللي كيجيبو لي ام سي هما لي بروف ديال لي زيكول دانجينيور بوبليك. الحاجه الثانيه اللي زوينه كاين لو سيريو كوتي ادمينستراتيف ان الإدارة كتحاول تزير الدراري بحال دابا إلا كانت لابسونس ولا شي حاجة كيدخلو أون كونتاكت مع لي بارون ديالهم. المهم كتحس بأن الإدارة مهتمة بداك التلاميذ ماشي بحال في البيبليك غيب ما تجيش هذا ما كاينش لي سوق. الحاجة الثالثة أن لابرونش انفورماتيك عندها سمعة مزيانة. الحاجة الرابعة أنه كاين دي كونفونسيون مع دي زيكول في لوروب، دونك الناس اللي باغيين يخرجوا على برا ولا مبغاوش يبقاو في المغرب راه كاين دي زوبورتونيتي باش تكمل القرايه ديالك على برا. ارى ليا لي زانكونفينيون دابا. الحاجه الاولى ولا الانكونفينيون الاول انها بيوت 4 مليون العام راه واحد لاصوم اللي ماشي كلشي يقد عليها. كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيكونوش عندهم لي مويان كيحاولوا انهم يديروها اتو بري، وكاين دي زالتيرناتيف. باغ اكزومبل الناس اللي باغيين يديروا انفورماتيك في الامسي راه يمكن لهم يديروا انفورماتيك في لافاك الا كانوا سيونس مات، كيمكن لهم يديروا اس ام اي. ما كانوش سيونس مات كانوا بحال دابا بي سي، راه يمكن لهم يمشيو بي سي في لافاك وفي الليسونس ديالهم الا كانوا عندهم ديمونسيون كانوا عندهم نقاط مزيانين يقدروا يقلبوا اس ام اي. وديك الساعه راه هو في الدومين ديال الانفورماتيك ويقدر يدوز دي كونكور ديال لي زيكول بوبليك. دونك راه ماشي ضروري انا نقرا في ايكول بريفي باش نحصل على ديبلوم في الانفورماتيك. قضيه اخرى قالوا لي لي لوغيا اللي ما عجباتهمش هو انه هذيك القضيه ديال 4400 درهم اللي كتبقى تخلصها كل شهر حتى في العام الاخر كتبقى تخلصها، واخا انت داك العام الاخر تقريبا كتقرا واحد 5 شهور و 4 شهور كتكون ستاج، مي كيقول لك بقا تخلص لي داك 4400 درهم حيت كنديرو لك حنا لونكادغومون هذا. واخا ما كتكونش واحد القرايه ما كيكونش واحد لو سويفي انتونس، كاين اللي هاد القضيه ما عجباتوش كيحس براسو انه كيخلص الفلوس وهو ما كيستافد والو. الحاجه الثالثه اللي ناقصه في ليكول وفي لي زيكول بريفي كاملين هو داك لي تيكيت ديال انك جاي من البريفي ولا قريتي في البريفي. بيان سور ليكول من 2018 الى ريكونو دو ليتا، يمكن لك انت تدوز مع لي زانجينيور ديتا لي كونكور المسائل، هي هو كتبقى عندك واحد لي تيكيت ديال انت جاي من البريفي.
بحال دابا بغيتي تدفع لشي ايكول، بغيتي دوز ان اونتروتيان دومبوش، هاد القضيه بيان سور راه ماشي ان با جوستيفي، وبزاف ديال الناس من بريفي احسن من بزاف ديال الناس من البيبليك، مي هادي كتبقى ان ستيريوتيب انه الناس ديال البيبليك احسن من الناس ديال البريفي، وهاد القضيه تقد تلعب عليك شويه في لي زونتروتيان مع الار اش ولا هذا، انه واحد السيد اللي جاي من واحد ليكول دانجينيور اكس كيبقى بالنسبه لهم احسن من شي واحد اللي جاي من ايكول بريفي، كيبان لهم ان داك السيد من ايكول بريفي ان با كومبيتون. واخا كنقول عاوتاني انه هاد القضيه راه ماشي صحيحه ديما، كنقول لكم انا شنو كيطرا في المارشي دو طرافاي، وبيان سور لا كنتي كومبيتون راه بحال بيبليك بحال بريفي، لا كنتي كتفرض الوجود ديالك راه ملي كتدخل سوق الشغل راه ما كيبقى حتى شي امبورطونس عند هذاك لو ديبلوم. سالير اون جينيرال ديال ان انجينيور اللي مخرج من الام سي كيتراوح ما بين 7000 و9000 درهم على حساب لي بوست، على حساب لا سوسيتي كي دايره، على حساب لا غري سالاريال. هادشي كما كنقولوا في لي فيديو كاملين كنعطيو جوست دي موين باش لي فيوتور انجينيور يكون عندهم واحد ليدي على شحال يقدروا يتوشاو ميمور ما يتخرجوا من هاد ليكول. لا كيسيون الاخرى هي واش كاين الشوماج في الام سي، وهاد لا كيسيون راه بحال لي زيكول كاملين، راه لي زيكول كاملين د العالم كامل راه كيكون كتكون واحد لا بيريود دو ريشيرش دون بلو راه عادي، دونك كتبقى نتايا واش تو اون بيرسون اكتيف، واش تو اون بيرسون اللي كيعرف كيفاش يقلب على راسو، كيفاش يفرض راسو في سوق الشغل، كيفاش يدير نيتوركينغ، كيفاش يتعرف على الناس اللي يمكن لهم يغوكروتيوه، هادشي كامل كيلعب دور في الغوكروتمون. مي بالنسبة لابغونش انفورماتيك كاين واحد لو بوزوان اللي كيخلي الاغلبية ديال لي لوغيا كيلقاو الخدمة فاسيل. دونك فلا كونكلوزيون لا كنتي غادير لي ام سي كنصحك انا بالانفورماتيك شخصيا، وكنصح الناس كاملين تانتيغيسيو لانفورماتيك حيت هذا هو لو دومين ديال المستقبل. بور لي برونش الاخرين بيان سور بحال لي زيكول كاملين راه كاين صعوبات في لا غوشيرش دومبلوا، دونك الا كنت ندير شي برونش نكون عارف راسي الدومين اللي غنختارو وعارف راسي كيفاش غنلقى ان امبلو ونخمم عليها بكري. هادشي اللي كاين، كان شي سؤال مرحبا في لي كومونتير، نتمنى الفيديو تكون عجباتكم، الله يعاونكم.